المرجعية تنظر للسيد مقتدى الصدر نظرة خاصة بوصفه ليس سياسيا نعم أو قائد أو زعيم حزب سياسي كبقية الأحزاب الشيعية أو السنية. السيد الصدر له مكانة دينية رفيعة، وعائلته عائلة لها مكانة أيضا دينية رفيعة على صعيد المراجع الدينية والتاريخ لهذه المرجعيات والأعمال العلمية اللي قدمتها هذه العائلة الكريمة. فبينما المرجعية لا تتعامل مع بقية الأحزاب السياسية بنفس هذه الصيغة، لأنها تتعامل معهم كسياسيين محترفين لا يمثلون أهداف ومقاصد المرجعية. طبعا بسبب الفساد المالي السياسي فشل هذه الأحزاب في بناء نظام ديمقراطي عادل، بسبب انتشار الفقر، الجوع، الظلم، الاستبداد، العنف اللي استخدمت هذه الأحزاب لمواجهة التيارات التشرينية اللي كانت تطالب بحقوقها الدستورية، الديمقراطية، نعم. العدالة، حقوق الإنسان غيرها. بينما على العكس من هذا، التيار الصدري، التيار الوطني الشيعي اليوم يذهب باتجاه آخر. يعني نتذكر طروحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بعيد عن المحاصصة، بعيد عن الفساد المالي، بعيد عن الصناديق الاقتصادية وغيرها من التفاصيل المشوهة اللي اعتمدتها هذه الأحزاب، وهي سياسات انتقدت بشدة من قبل المرجعية باستمرار. لذا يحظى السيد مقتدى الصدر بمكانة دينية بجانب المكانة السياسية، في الوقت اللي لا تحظى القيادات السياسية الأخرى بأي مكانة دينية، على الرغم من أنها أحزاب دعوية.